إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني. السلام عليكم برودة تنزيستو رزاني فنداخ هير بي مسجد الفتح هتنيو خباو بفنداخ هير صلاة الجمعة خبيدة وص ما شاء الله موي خبت ام بيش تأفارو تفاست اس از موسكي كلاريس وزي مو امتلان تنزامل فود الفرباوين op 3, 4 en 5 juni houden we een benefiet in de moskee. En we willen graag dat je daarbij aanwezig bent. Online via de website kun je ook doneren. Wij vragen jouw hulp. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala jou daarvoor belonen. Assalamu alaikum beste broeders en zusters. We zijn hier in moskee Masjid al-Fath in Bergen op Zoom. We zijn bezig met een geweldig project. De verbouwing van de nieuwe moskee. Waar nog aan begonnen moet worden. Hij heeft een bedrag van 1,1 miljoen euro nodig. Dat is niet weinig, maar zorg dat je je bijdrage erbij hebt. En er zal op 3, 4 en 5 juli een benefiet georganiseerd worden. Waarbij willekeurige of verschillende gastsprekers aanwezig zijn. Die zowel in het Nederlands, Arabisch als in het Berbers een woordje komen houden. Dus het is voor iedereen te verstaan. Ik zou zeggen, de beloning is bij iedereen bekend die meehelpt bij het bouwen van een nieuwe moskee. En ga ervoor en kijk op de site www.sadaqatv.nl op 3, 4, 5 juli. إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني. السلام عليكم فروزة سرزستر. We zitten hier zo met deze moskee, de nieuwe moskee van Masjid al-Fath. We vragen u om een bijdrage te geven van maakt niet uit hoeveel, zodat we het kunnen verbouwen. En iedereen weet hoeveel je hasanat dat je er heel veel hasanat van krijgt. Assalamu alaikum. يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن. أخي الإنسان يا معنى حباه الله أسرارا فجاء يعطر الكون وينشر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أذكركم بقول ربنا عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمسجد بيت الله في أرضه، وهو أحب البقاع إلى ربنا عز وجل، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله المساجد. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم جميعا أن الإخوة في مدينة بيرخبزوم وفقهم الله عز وجل واشتروا هذا المكان الواسع الذي نسأل الله عز وجل أن يكون مسجدا جامعا، بل نقول جامعة للعلم الشرعي، ويجتمع فيها الإخوة المسلمون برجالها وكبارها وشبابها وأطفالها، وكل ما في هذه المدينة من المسلمين سوف يجتمعون في هذا المسجد على عبادة الله عز وجل وعلى تعليم العلم الشرعي. فالمسجد هذا أيها الإخوة يعتبر منارة من أعظم المنارات في هذه المدينة، وهو شاهد لنا عند الله عز وجل بأننا مسلمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذخرا لنا جميعا في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة والأخوات. راه نهار 3 و4 و5 إن شاء الله يوليو غتكون واحد الحملة باش نجمعوا الفلوس لهذا المشروع اللي ان شاء الله كان الحلم ديالنا، راه غادي ان شاء الله غادي يكون فيه مدرسه، يكون فيه تعليم القران،
وان شاء الله تعليم الدين ساهموا معنا وما تبخلوش علينا، وان شاء الله هذا راه هذا مشروع كبير بزاف، راه المساحه ديالو حوالي 9000 متر مربع، وان شاء الله نستناكم 3 و4 و5 يوليو وما تبخلوش علينا وعاونونا. الله يخليكم، غنديروا يد في يد باش نكملوا هذا المشروع العظيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله، السلام عليكم. اي اسماء سيسمى مزادكم دينا سمعنا يا الاخ الكريم من ديوسين باش اكون منك الموضوع ذا مليح ان شاء الله. خينا خاص مزيد ايام صغار روق اكون دينا ضغيه برا من طول شي حاجه المزيخ نزو ذن عاشين حدا الجين نزو ذن عاشين باش نبني ذا مزيزا اسن كمر ها الحلمة يجي رب العالمين في تحقيق نيشان غيظة جان 2011-2012 إذ ورمانا إني التحقيق غانكم مساقين أن الزوان جمع ذين عاشين سيدي رب العالمين قال 2012 نجمع إيش المقدار لا يتصور ذا مزغر حق الندم ما ريخ سيدي الحلم يختز لابو دنين مسرين وهو هذه توكر سيدي رب العالمين هذه الأخذ بالأسباب وانشني ومن نصارنا إن المسرين نتوكر سيدي رب العالمين نقال الأخذ بالأسباب كان الاخوان مي جر روح الاسلام باش انا نحقق المشروع هيا ساهم من صلحه سينا سياق سمغا نسيحه موشن سيدي رب العالمين يوفقنا حتى هو من جمعيج المقدار نستغفروا الحمد لله وهي اسماء غاكم ليديكم طلبه زيكم امزيان ضمقران سمغا نسيحه موشن ان كفوت كفوت يخص المشروع غادي يحقق باذن الله. ايها الاخوه الكرام، هذا المسجد فرصه لنا جميعا في ان نتحد وأن نتعاون على هذا العمل العظيم وعلى طاعة ربنا عز وجل حتى نكون إن شاء الله حتى يجمعنا الله جميعا وإياكم بإذنه سبحانه وتعالى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والزمن بإسلامي وإيماني